نعم، يعني نحن هنا في العاصمة كييف أصوات الانفجارات وأصوات القصف في جميع أنحاء العاصمة كييف لم تتوقف طول الليل. الجميع لجأ إلى الملاجئ، ومن كانت الملاجئ بعيدة عنه لجأوا إلى القبو في المباني التي يسكنون فيها. لا نستطيع أن نؤكد، طبعا هنالك حظر للتجول في هذا التوقيت، لا نستطيع الحركة، لا نستطيع التحرك لمعرفة أي شيء. نحن يعني شبه محتجزين، لا نستطيع التحرك بحرية لأنه ممنوع الآن في هذا الوقت الحركة حتى السابعة صباحا. حتى السابعة صباحا لا يمكننا التحرك، بعد السابعة يمكن التحرك، ولكن أصوات الانفجارات لم تتوقف دقيقة واحدة. لا نستطيع أن نؤكد، بس هل هناك تقديرات على الأقل؟